لكل أمر أو قضية حقيقة غائبة تسمى أسرار لا تظهر أو يحرص أطرافها على ألا تظهر، أو ربما تم تشويهها عن قصد أو غير قصد. لذا لكل قصة عمق أو بعد يستوجب استقصاؤه. أهلا بكم. استئناف يستضيف في هذه الحلقة أول مدرب وطني طوع الكأس الخليجية للمملكة العربية السعودية، كذلك المدرب الوطني الذي قاد الكرة السعودية في المرحلة الأخيرة لأول تأهل عالمي والعديد من الإنجازات، صانع النجوم الكابتن محمد الخراشي. حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يبقيك وحياكم الله، وسعيد بتواجدي بينكم. وإحنا أسعد بتواجد شخصية صنعت النجوم وأنجزت للوطن. أبو عبد الرحمن، كانت المحطة الأخيرة لك في الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة شؤون المدربين، هي كذا اسمها أبو عبد الرحمن؟ شؤون المدربين، ما هي لجنة. لما تكون لجنة يكون فيها أعضاء كثر، وكنت أتمنى الشيء هذا وسعيت له، ولكن كان هناك مسمى اللجنة الفنية والمسابقات ومدخلين من ضمنها وشؤون المدربين، فكنت أنا ماسك زاوية المدربين فقط. والحمد لله يعني كانت لجنة هادئة وأدينا الغرض المطلوب وحققنا الشيء اللي كنا نتمناه. كانت غايبة عن المشهد الرياضي أبو عبد الرحمن لجنة شؤون المدربين، كانت ما نحس فيها، ما كنا نحس فيها كرياضيين أنها لجنة موجودة. يعني الاتحاد السعودي لكرة القدم إيش اللي قدم للجنة المدربين، ولجنة المدربين إيش قدمت لنا في الوسط الرياضي؟ شوف، كونها غائبة عن الوسط الرياضي هذا شيء أسعدنا وخلانا ننتج إنتاج ولله الحمد جيد وموجود في الساحة الآن. أسماء كبيرة في عالم كرة القدم التدريب، من ضمنهم الكابتن حمد الدوسري وسمير هلال والمجموعة اللي أنتم قاعدين تسمعون فيها، يمكن ما تحضر لي بعض الأسماء الآن. كل الأسماء اللي الآن، فيصل البدين، يوسف عمبر، سعد الشهري من ضمنهم أيضا. سعد طبعا من أبنائي في رفصة سي والبي، كان ضمن عملي أنا كشؤون مدربين. كنت أنا حريص على أنه يعني التركيز على المدرب فقط، ما كان يهمني الجانب الإعلامي أو الأخبار الدورات مثلا أو ما شابه ذلك، مع أنه ولله الحمد يعني أنتم تفضلتوا بزيارات وحضرتوها، وأيضا كتبتوا عنها، وبعض القنوات الأخرى أيضا حضرت لنا دورات. لكن أنا كان تركيزي كله على أنه المدرب يأخذ فرصته في الأندية. الجانب الإعلامي طبعا كان صعب، لأنه التركيز دائما على الفريق الأول، وما كان عندهم فرصة أو حظوظ أنهم يأخذون الفرصة في الجانب هذا، إلا في السنوات الخمس الأخيرة أو الست الأخيرة، بعد ما ركزنا على إيش، أنه نضخهم لأعلى درجة، الدرجة الأولى بدينا فيها، ثم بدينا أيضا في دوري جميل الآن، أكثر من اسم موجود اللي راح واللي جاء واللي حيجي إن شاء الله، من ضمنهم الكابتن خالد القروني والمجموعات هذه. فالعملية ما كانت عملية يعني، أو اللي ساعدنا في نجاح الأمور هذه أو الوصول لهذا العدد ما يقارب 106 شخص حاصلين على الرخصة A والبروفيشنال 6، وعندنا حوالي ما يقل عن يمكن 60 شخص معهم البي لايسنس، وأكثر يعني من 80 شخص عندهم الرخصة C، وكانت مبرمجة على الكيف وليس الكم. يعني احنا عندنا مثلا 173 نادي، كان الآن تعدى العدد أكثر يمكن، لكن كان حرصنا أنه أيضا يأخذون تجربة في الميدان قبل، دربوا ناشئين ودربوا أولمبي ودربوا شباب وبراعم، واكتسبوا خبرة، لأن التدريب والقناعة لا تجي إلا مع الإنجازات. كون أنهم يشتغلون في المراحل السنية هذه، طبعا الجانب الإعلامي حيكون غير مركز عليه. صحيح. لكن أغلب لاعبين الأندية الآن أو المملكة اللي أنت تشاهدهم مع المنتخب الأول، من يحيى الشهري والأسماء الشابة هذه والفتيل وغيرهم من اللاعبين، كلهم من تطوير مدرب مواطن، مش صناعة. اللاعب ما يصنع هذا. صحيح. كلام ما هو منطقي ولا عقلاني. أيوه، موهبة تطور وتنمى من خلال تدرج مع مدربين واحتواء ومتابعة وأمور زي على هالشكل هذه. فالحمد لله رب العالمين، الآن أصبح لنا صوت قوي جدا. الاتحاد أصبح يدعم شؤون الإدارة الفنية والمدربين بقوة، وفرت مبالغ جدا مجزية. المنتخبات الوطنية من خمس سنوات وهي قائمة على مدربين مواطنين، ترى مو شيء جديد هذا، لا، البعض يتوقع أنه شيء جديد، لا، يعني من الكابتن سعد الشهري لثلاث سنوات قبل إنشاء اللجنة الفنية الجديدة هذه، كان ماخذ فرصته مع المنتخبات تدرج فيها.
ايضا بقيه الزملاء المدربين الاخرين الكابتن خالد القروني واسماء كثيره مره. انت ايضا ابو عبد الرحمن انت ايضا انجازاتك مع المنتخبات المراحل السنيه اخذت كاس اسيا للناشئين 85 نعم في الدوحه اخذتها مره ثانيه ايضا في الدوحه 87 لا مش اخذتها تاهلت كاس العالم في كندا يعني بطولتين متتاليه اللي المنتخب فاز فيها على ايطاليا وكوستاريكا 4-1 و2-1 وانهزم من البرازيل في دور الثمانيه نعم 2-1 2-1 ضربه الجزاء اللي جات علينا من خارج المنطقه اتذكرها زين يعني فكانت يعني هي من الانطلاقات للمدرب الوطني ومن خلالها انا واول كاس اسيويه للناشئين 85 هذه في الدوحه اخذناها احنا على قطر بضربات الترجيح. طيب في في 89 في اسكتلندا المنتخب قبل ما يروح كاس العالم نعم كنت انت مدرب المنتخب كنت السعودي كنت محضر لهذا المنتخب الاسماء جاهزه وكان الاعداد على اكمل وجه والبرنامج وقدمتها لاداره المنتخبات انا في ذلك الوقت برئاسه الاستاذ علي داود فوجئت بعد استلام الاسماء وكان في الحاح اني اسلمها في انا اتذكر انه في نهايه شهر رمضان في 27 او 26 في وكانت المناسبه ايضا كان في مناسبه رياضيه او ختام دوره تنشيطيه كبيره في نادي الشباب كنت حاضرها فسلمت الاسماء وحضرت المباراه بعد المباراه وصلني خبر انه كثر خيرك انه اعطيتنا الاسماء واخترت المنتخب وتابعت جميع مناطق المملكه والدوري وبالتعاون مع زملائي المدربين الاخرين في المناطق لكن كان همي انا انه يعني اشارك مع هالمنتخب وما دام انهم جابوا مدرب اللي هو السيد ايفو ضمن طاقم السيد كارلوس البيرتو فلكن الى اليوم ما اعرف اي سبب يعني او عدم قناعه بالشيء هذا او لماذا لم اكن مساعد مدرب او شيء من هالقبيل الى اليوم ما عندي خبر مع انه كان في يعني اخذ وعطاء او في مساءله او في شيء لكن النتيجه الى الان يعني ما بينت لي ولا حبيت اسال عنها لانه مكافاتي جتني من اللاعبين انفسهم فيما يخص الاشاده بعد كاس العالم يعني تم فتح تحقيق في الموضوع يعني كان في مساءله من قبل الرئيس مجلس اداره الاتحاد الامير فيصل رحمه الله عليه كيف صار الشيء هذا واختلفت الاقاويل في الجانب هذا بس مهما كان يعني انا كل الجهاز الفني راح مع عدم محمد الخراشي لكن الحمد لله رب العالمين يعني حققنا الانجاز وكانت هديه اللاعبين لي انا شخصيا في المقام الاول وبعضهم يعني لدرجه انه كان يبغى يقدم لي الميداليه لكن انا رفضت الشيء هذا انه اخذ ميداليه لاعب تعب فيها في الملعب وحصل عليها بجهده وعرقه مثل ما انا اهديت ميداليه كاس الخليج للمرحوم الامير فيصل رحمه الله عليه ورفضها استلمها مني تقبلها ولكن علقها علي انا مره ثانيه قال هذه انت الاحق فيها من اي شخص في البلد. انت قدمت ابو عبد الرحمن الاسماء اللي راح تشارك في كاس العالم وتفاجات انك خارج الوفد كله؟ كله مره واحده، زملائي كلهم، الجهاز الفني راح كله، الكابتن حمود السلوى، الكابتن حمد الخاتم، الجهاز الاداري، المامور الملابس، كل الجهاز الطبي فقط ابو عبد الرحمن وكانت قناعاتي لانه انا يعني كان في شيء بينك وبين يعني ابدا والله اتحاد القدم او رجالات اتحاد القدم وقتها والله بالعكس كنت اجد من مجلس اداره الاتحاد كل احترام وتقدير، لكن شلون صارت هذه الى الان لغز ولا اتمنى اني اعرف لانه الحمد لله جاتني الهديه الكبرى اللي هي انهم لله الحمد جابوا كاس العالم. كان وقتها مدير المنتخبات الاستاذ علي داود مدير عام المنتخبات الاستاذ علي داود ومدير المنتخب كان الاستاذ عبد الله جاسم يمكن في لقاءات اخرى يمكن يوضحوا لك الشيء هذا ايش يعني حتى لو جاء مدرب اجنبي او رغبه مدرب اجنبي ممكن اكون انا مساعد اول خاصه انك كنت المدرب لانه انا كنت اعرف اللاعبين اصلا وانا اللي اخترتهم وحتى في الدورات الرمضانيه كنت اتابعهم وامنعهم من المشاركه وفي لاعبين يعرفون الشيء هذا وتفاجئوا بالشيء هذا لكن الحمد لله رب العالمين حققنا انجاز. انت رجل طيب ابو عبد الرحمن الله يسعدك اذا ما تبغى تعرف السبب الى الان والله الى او نتيجه التحقيق لانه كاس حصول كاس العالم اثلج صدري لانهم هذول ابنائي في المقام الاول هم يمكن اضافوا لاعب او لاعبين على المنتخب لكن ما يمنع هذا انه يعني كانت سعادتي كبيره جدا انه تحقق الانجاز. في التصفيات النهائيه لكاس العالم 94 في الدوحه المنتخب الاول المنتخب الاول حضر محمد الخراشي في المباراه الاخيره امام ايران نعم
بعد إقالة المدرب كندينو. كندينو. من كلمك أبو عبد الرحمن؟ إيش اللي صار في ذيك الليلة؟ إيش اللي كان مطلوب منك بالضبط؟ والله كانت أطول ليلة علي في حياتي لما جاني الخبر، مو عن شيء، لأني أعرف حلم هالملايين هذه، وكنت عايش بين زملائي وأصدقائي الرياضيين في الرياض هنا، أشاهد المباريات والأخذ والعطاء والكلام، تعرف يعني في الرياضة مفتوح. فأنا رجعت للبيت طبعا متضايق من نتيجة مباراتنا مع العراق، وأنه أصبح فيه يعني ممكن نروح ممكن ما نروح، وبعدين مباراة مع منتخب إيران في عز مستواه، يعني المباراة اللي تليها نجوم كبار، علي دائي ومهدي فنوني، ويبحث عن التأهل إلى اليوم أشوفهم في الملعب أحيانا، مهدي فنوني وعلي دائي ونعم لعيبة كبار يعني وشخصية الفريق الإيراني، لكن كانوا لاعبيننا أكبر ولله الحمد. فأقول لك جيت البيت وفوجئت في اتصال يعني متأخر بالليل، أنا كنت أعتقد أنه الوالدة أو شيء من هالقبيل، فأفتح التلفون إلى الأستاذ عبد الرحمن الدهان، انت وينك ما ترد على كان امين عام الاتحاد السعودي، كان امين عام الاتحاد ما ترد على التليفون وكذا. قلت والله انت عارفني ابو عبد العزيز، برنامجي من 11 خلاص ما عندي اي شيء، انا انام. فقال لي لا، انه الان لابد تطلع الدوحه ان شاء الله للمنتخب الاول، وتشوف زميلك الكابتن حمود السلوى المساعد معك، والصباح ان شاء الله في المطار حجزكم مؤكد وكل شيء، توكلوا على الله ان شاء الله. هذا الكلام اللي قال لي. المهمة قيادة المنتخب الأول في المباراة القادمة لكأس العالم. الكأس العالم خمس أيام باقي عليها أو أربع أيام، يعني كان مطلوب من محمد الخراشي التأهل لكأس العالم. لا ما قال لي أنت بتقود المنتخب في مباراة أمام إيران، لأن هي المباراة الأخيرة. صحيح. أي هي الفاينل معهم. فقال لي كذا يعني ما عملوا عليه ضغط أكثر. فأول ما تبادر لذهني إنه كلمت الأخ حمود وقلت له ترى الموضوع كذا كذا. حمود السلوى. أي نعم. كرفيق درب وكمتخصص لياقة بدنية على مستوى عالي على مستوى القارة الآسيوية. فرتب أموره وجاء للرياض، إحنا تواعدنا في المطار. أنا فوجئت إنه الجواز عندي منتهي. فرجعت كلمت أبو عبد العزيز، قلت له أبو عبد العزيز ترى القصة كذا كذا كذا، انتظر لحظات. قال لي خلاص الساعة 7، رحلتنا حوالي الساعة 10:30 وكذا، الساعة 7 حتلقى جوازك جاهز في المديرية العامة للجوازات، روح استلم جوازك وطلع المطار. وفعلا أخذت الجواز وتوكلت على الله، فالحمد لله يعني كانت الثقة في النفس موجودة. وكان هناك بعض يعني الإخوان يحاولون يعني اللي اتصلوا معي من أصحاب السمو الملك الأمراء أو من الرياضيين، لأنه مصلحة بلد هذه، ويعرفون يعني مفترق طرق أيضا، يعرفون تأثيرها النفسي، أنه نجي نحطك في عنق الزجاجة في مثل الحدث هذا، وهي أمنية الرياضيين كلهم ومع منتخب كبير زي إيران. فكانوا يهدؤون مني أنا، يعني مفكرين أنه أنا يعني. عرفت ليش أقيل كندينيو أبو عبد الرحمن؟ ما كان عندي أي خبرة أبدا مرة، ولا أعرف الأسباب اللي يمكن من الجرائد بكرة أو من بعده أيضا. أي. يعني ما كان فيه، انه مجرد انه كندينو خلاص، مع انه للعلم يعني وللانصاف المنتخب كان معد اعداد جدا ممتاز، السيد كندينو صحيح مدرب معروف ومشهور، السيد مدينه كاخصائي علاج يعني كمدرب لياقه بدنيه، والجهاز الفني كان على اعلى مستوى، يعني الفريق كان، انا ما اكذب على نفسي ولا على التاريخ انه كان في حاجه شيء معين، لا كان فريق قوي وكان قادر انه ان شاء الله يحقق انجاز. كانت مباراة أشبه بملحمة كروية، انتهت 4-3 للمنتخب السعودي. انت فاكر الهدف الثالث متى جاء حق إيران؟ يعني خلاص صفر الحكم، هو صفر احتسبها جول وانهى المباراة. يعني كانت مباراة يعني صراحة كان مهدي فنوني، ها مهدي فنوني استلم محمد الدعية، والله ما بيعوصنا ذاك الرجل وحش. انت تكلف لاعب انه يتابعه ويراقبه منصور الموينع اما خانتني الذاكره او الكابتن صالح مطلق او طيب. منصور الموسى ما تشوف اصلا الملعب من خلف ظهره، رجل يعني وعلي دائي كان على عزه، كلهم يعني اجسام غير طبيعيه، من الصعب جدا. لكن احنا لعبنا الكره السهله، لعبنا الكره اللي على الارض، لعبنا الكره السريعه، استفزناهم في الجانب اللياقي، يعني كانوا هم اذا تحكموا في الكره فريق صعب. كل الهجوم سجل، كلهم سامي الجابر، فهد المهلل، هذه قصتها حمزة دريس، منصور الموسى. لما وصلتنا الدوحة طبعا الإعلام والتلفزيونات ووكالات الأنباء العالمية وحدث كذا، إيش حتعمل إيش حتسوي؟ قلت أنا بعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم على الرجال اللي في الملعب، المنتخب جاهز
وهم أبنائي سبق وشرفت عليهم على أغلبهم على منتخبات الناشئين والشباب، فبإذن الله ما عندنا أي إشكالية. طبعا جلست مع اللاعبين كأفراد وكمجموعات، مثلا الحراس مع بعض وخط الدفاع والوسط والهجوم، بعدين اجتمعنا الدفاع مع مع الحارس المرمى، بعدين الوسط مع الدفاع، مع على أساس نربط العملية ونشوف وش لنا وش علينا. طبعا الكابتن ماجد كان مصاب في ذيك الأصيبة أمام اليابان، هو من أول مباراة يبدو لي أصيب، من أول مباراة، وطبعا ما في شك أنه خسارة، لكن أيضا البدلاء كانوا في الموقف وعلى قدر المسؤولية. فنقلت لهم أولا وجهة نظر الشارع السعودي، يعني هذا حلم للجميع وأنتم قادرين والثقة فيكم ما تتجزأ، لكن ما في شيء يجي بالسهل ما لم نكن أسرة واحدة وعائلة واحدة، ونؤدي الدور المطلوب. كرة القدم 11 لاعب، صحيح، كرة جماعية كذا كذا، الفوز للجميع، الخسارة على الجميع، تحملوا المسؤولية. تحملوا الجميع. المسؤولية أيضا من يعني حظك يا الشخص، ويشهد الله أن الكلام هذا ليس رياء ولا تملقا ولا شيء، وجود شخصية رياضية بحكمة وبشخصية سمو الأمير سلطان بن فهد تريحك كثير، رجل فاهم، رجل يسمع منك انت كمدرب وش تحتاج اوصل للاعبين وش كذا، ايش الامور اللي انتم يعني لم يفرض اي شيء على محمد الخراشي في هذه المباراه، يعني في هذا اليوم الفضيل انه ما في اي شيء من هالجانب ولا تطرق اصلا للامور هذه. لكن يجب ايضا انه اي مدرب في العالم انه كرجل مسؤول معك سواء مدير المنتخب او لا، لازم تحطه في الصوره في التصورات اللي ممكن تحصل في المباراه. يا أخي من حقه أنه يعرف التشكيلة، لكن ما من حقه أنه يتدخل، ولو تدخل بإمكانك تقول لا، أو يمكن قناعاتك تختلف نتيجة فكر، لأنه الرجل الفني يعتبر معك ما وصل للخبرة هذه والتجربة ولا كذا، أيضا مدير الفريق له، لكن ما هو بالشخص اللي يفرض عليك. لكن التشاور دائما إيجابي، لو حصل تعادل، لو انطرد لاعب، لو كذا، لو النتيجة لابد من فوز والنتيجة تعادل، من حقه يتدخل. لا مش تدخل، يعني تدخل بالسؤال، يبدو وجهة نظر ويسأل وأنت تبادر يا مدرب. أغلب المدربين اللي مروا علينا ونجحوا هم الناس اللي كانوا متعاونين في إعطاء المسؤول قيمته، لكن ما يتدخل. طيب اتفضل. فسمو الأمير يعني كان عامل جدا مهم، وكان يسمع مني وش مشاكل اللاعبين، الصغير قبل الكبير، الاحتياطي قبل البديل قبل الأساسي، ما خلى عن اللاعبين أي شيء إلا وحقق لهم. وأيضا اللاعبين للأمانة كانوا على قدر المسؤولية، وتكلموا معي بصراحة ووضوح، وما كان بينهم أي شيء من الكلام اللي كان يتناقل بين الناس. جلست مع المهاجمين وهم اللي كانوا يعني اللي سجلوا في أثم المدفع على قولتهم. الدعيع كان متميز طبعا في ذيك البطولة الحمد لله، يمكن أخطأ. طيب في مباراة مناسبة الحديث عن المهاجمين، أي النجم ماجد عبد الله كان جنبك، نعم، في الاحتياط، معنا في دكه الاحتياط، معك في دكه الاحتياط، نعم. هو مصاب طبعا، نعم، ما كان يعني جاهز للمشاركه، نعم. ايش قصه تواجده بجانبك ابو عبد الرحمن؟ اول شوف يعني يظل الكابتن ماجد عبد الله اسم كبير ورجل محترم نفسه قبل ما يحترمونه الناس، وعلاقتي فيه ولله الحمد الى اليوم يعني يزورنا في البيت هنا، يعني علاقه جيده، وعلاقته مع الناس كلها جيده. وجوده داعم معنوي كبير، وايضا عنصر اساسي في المنتخب، اصيب هذا قدر الله وقدر، ايش اللي يمنع انه ما يجلس؟ ما دام النظام يعطيك العدد يعطيك، ليش تخليهم في المدرج وتحرجه مع الجمهور او تحرجه مع لا. لكن كون انه يقول لك والله تدخل ما تدخل، هذا ماجد موجود اسالوه. وايضا انا اقول الرجل لم يتدخل ولا كان له اي علاقه بالجانب الفني والمباراه. انا جلست معه اول ما جيت، وجلست مع عبد الجواد كأنه هذا كابتن وهذا نائب الكابتن، وكانوا هم يعني أصحاب الخبرة والتجربة الأكثر، وناقشنا الأمور الفنية والمحتاج. هذا واجب يا جماعة الخير، ما في أي شيء أنك تتناقش، وهذا سبب تحقيق بعض الفرق والمنتخبات النتائج الإيجابية، أنك تعطي اللاعب حقه من الاحترام. لكن أثناء المباراة ما تناقشت معه يعني أو تناقش معه؟ ولا أذكر يعني، حتى لو تقول هو على يمينك او يسارك او ايش لابس، والله لان صراحه الى الان نسمع التأويل، كل ما جت طاري المباراه، نعم، هذه يقولون ان ماجد عبد الله هو اللي حط التشكيله، هو اللي حط الخطه، هو اللي كان يملي على محمد الخراشي مثلاً. والله شوف انا اتشرف ان شخص كماجد عبد الله مثلا انه يكون بينه وبينه في جانب فني او تعاون فني في ذيك المباراه. لكن اللي كان معنا في غرفه التحضير للمباراه وشرح الخطه والاشياء هذه، على راس الهرم كان سمو الامير محمد بن فهد وسمو الامير سلطان
ابن فهد وهم اللي شايفين من اللي يتكلم من اللي وايضا على اللاعبين انفسهم بالشيء هذا. وله عيب اصلا انه لاعب زي ماجد عبد الله مثلا يساهم معك، لكن هو ما يرضى بالشيء هذا. وممكن تسالونا في الجانب هذا ايضا انتم ان شاء الله في لقائكم معه، اذا كان في لقاء معه، وايضا تسالون اقرب الناس طبعا المرحوم الاستاذ فهد دهمش رحمه الله عليه. وهذا الرجل ايضا ترى له دور كبير فيما تحقق المنتخب في ذيك المرحله، لانه رجل صحيح. قوي، رجل لا يفرق بين لاعب ولاعب، رجل يهمه مصلحه الوطن في المقام الاول، وكانوا اللاعبين يعتبرونه اب روح لهم. الكابتن محمد الخراشي، اذهب الى فاصل سريع وارجع لك ابو عبد الرحمن. يستغلوا اي ثغره او اي غياب او اي نقص في العدد ويبداوا هجمات مكثفه والفريق الاخر بيتراجع للدفاع. سامي جابر، هو بالجول، 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 هو بالجول. سامي جابر، حمزه الى منصور، منصور تمريره اخرى في اتجاه سامي، بيجري سامي، بتصلح لسامي، ارجع لمهلل، يشوط المهلل، يشوط الجول الثاني، يشوط الجول الثاني، يشوط الجول الثاني، فهد المهلل، فهد المهلل في الدقيقة 27 يحرز الهدف السعودي الثاني. المساندة الجماهيرية الدقيقة 42 وهدف، هدف 1 2 3 4 كرة سريعة بينطلق بها سامي، صلح لحمزه، يلا حمزه، هي دي الثالثه، 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 هي دي الثالثه. منصور الموسى، منصور الموسى، منصور الموسى، والهدف الثالث منصور الموسى. حمزه ادريس عمل كل شيء. مهدي سموني مره ثانيه، تمريره عايده في الارض تتصلح لحميد الخشان، وتهديفه في المرمى. يا الهي يا الهي، نفس اللاعب مهدي فنوني، والهدف الثاني في الدقيقة 5. خالد مسعت المرمى وتفلت بالمرمى، حمزة إدريس جاب، حمزة إدريس هدفه، الهدف الرابع لحمزة إدريس. أهلا بكم مرة أخرى في استئناف وحاور في هذه الحلقة. صانع النجوم وأول من جلب الكأس الخليجية للكرة السعودية الكابتن القدير محمد الخراشي، حياك الله أبو عبد الرحمن مرة ثانية. أنا بصحح لك برضو، ما في شيء اسمه صناعة مكتشف النجوم، مكتشف النجوم، مكتشف النجوم. تتكلم على نواف التميان، تتكلم على حسين عبد الغني وكل كل المجموعة هذه، ما شاء الله عليك، مجموعة يعني خالد مسعد، إذا رجعنا للأندية سعد مبارك، أيه، وعباد الحسين البيشي، سلطان المهنا، فهد المصيبيح. ما شاء الله، وانت كبرتني قدام السادة المشاهدين، ما شاء الله، الحين رجعتني سنوات. كبير بقدرك يا الله يعز مقدارك إن شاء الله. عشان نقفل بس موضوع كأس العالم 94، بعد التأهل أبو عبد الرحمن أنت أصبحت مساعد المدرب خلال فترة، نعم، الاستعداد ضمن الطاقم، مساعد المدرب كاسم، أيه، من ضمن الموجودين في القائمه كمساعد مدرب، أيه، حتى لو ترجع للبروشور حق كاس العالم، أيه، مع السيد سولاري ولا حتى اليوبن هاكر اللي قبله عليه، كنت مساعد انا مع اليوبن هاكر برضو، أيه، ايضا، أيه، بس لما ترجع للبروشور وانا موجود يعني عندي موثق، تجد انه محمد القراشي مساعد مدرب في كاس العالم 94. ممتاز. اليوبن هاكر ليش راح قبل كاس العالم بشهرين ممكن؟ يعني فيها في الحدود هذه، شوف كاسم وعلم من اعلام التدريب السيد اليوبن هاكر، ايه، وفعلا يعني جلست معه يمكن شهر كامل في المعسكر او اقل شوي، كان فعلا يعني عنده اشياء كثيره حيقدمها للكره السعوديه، لكن مشكلته في القناعات، كان عنده قناعات يعني تختلف، لا يتنازل عنها، لا يتنازل عنها، وما هو وقتها اصلا يعني، انت بتروح كاس عالم محتاج لاعبين خبره ومحتاج لاعبين شباب، والتغيير صعب وقد تكون نتائج عكسيه، وهذا
نجوم صنعوها وصلوا وشاركوا في الوصول المنتخب من هذا الإنجاز العظيم. فكان في اختلاف وجهات نظر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. فالرجل لم يتنازل عن قناعاته ولم يكن يعني يصدق أنه الاتحاد السعودي بهذه القوة أنه قادر أنه يلغي العقد ويستغني عن خدماته. طيب خليني أقول لك معلومة أبو عبد الرحمن، أنت بإمكانك تقول صح أو لا والله خطأ أو لا والله معين بالاستغناء عن النجم ماجد عبد الله، محمد عبد الجواد، عبد الله صالح كان يحتاج إلى حتى برضو أضافوا أحمد جميل معهم. أضافوا أحمد جميل. أضافوا كأسماء سمعناها. كأسماء. فكان وجهة نظر الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه أسماء أعطت للكرة السعودية الكثير وأنجزت ونجوم جماهيرية. فيجب أن تشارك في كأس العالم حتى لو أردنا أن نكرمها. نعم. مجرد التكريم. نعم. لهؤلاء النجوم أن تشارك في كأس العالم. هذا كان يعني ما قيل. نعم. القناعات هذا كلام الشارع السعودي احنا سمعناه نفس الكلام. أي. لكن تأكد اخوي بدر لا يمكن انه اتحاد كرة القدم بإقامة سمو الامير فيصل بن فهد وسمو الامير سلطان كنائب له انه يجاملوه شخص ويكرموه بان يلعب في كاس العالم باسم المملكة العربية السعودية على حساب النتائج. لكن كان يعني لاعبين مروا بهبوط مستوى او كانوا في حالة اصابات او خارجين من اصابات، من الصعب انك تستغني عنهم بسهوله، انت خذهم معك. اذا كان الكلام هذا احنا ما سمعنا انه استغناء وما استغناء، لكن هذا اللي تداول الشارع الرياضي، احنا كنا متواجدين في المعسكر ونؤدي التمارين. هو ليس لهبوط المستوى. اي. هي قناعات واسلوب وطريقه لعب، لكن من الصعب جدا حتى التاثير النفسي يكون سلبي على المجموعه. يعني احيانا انت لاعب مصاب المدرب يجبر انه يخليه يكمل المباراه. وايضا اللاعبين وزملائه في الملعب 11 لاعب يحتاجون وجوده لانه يكون مؤثر على الفريق المنافس سواء بالمراقبه او الجانب النفسي او الامور هذه. فالرجل يعني كانت قناعاته لا ممتاز. يعني صراحه احنا خسرناه كمدرب وهو خسر فرصة انه ايضا يقود منتخب في كاس العالم. كاس الخليج 94 العلامة المضيئة الأبرز هذه ولا هو الأبرز في تاريخ الكرة السعودية كأولوية. نعم. في تاريخك أيضا. نعم. أبو عبد الرحمن في أسماء شفناها اعتزلت بعد كأس العالم، اعتزلت دوليا. نعم. ماجد عبد الله، محمد عبد الجواد، عبد الله صالح، وفي نجوم آخرين ابتعدوا لماذا لا أعلم. أي. لم نشاهدهم في تشكيلة محمد الخراشي رغم أن الفارق بين الكأسين ثلاثة شهور، كانت ثلاثة شهور أربعة شهور. فهد الهريفي، طلال الجبرين، ممكن حمزة أدريس أيضا ما شفناه معك في كأس الخليج. كانت برضو قناعات عندك أبو عبد الرحمن أنك لست منت بحاجة يعني النجوم هذه في المرحلة هذه. لا بالعكس، كل اللي ذكرتهم أسماء يعني جو من كأس العالم في مستويات عالية جدا. لكن زي ما تفضلت أنت خلال مرحلة الدوري كان هناك إصابات، كان في هبوط مستوى، تذبذب في المستوى، أيضا في لاعبين هم أيضا فضلوا أنهم ما يشاركون في كأس الخليج لأنه سبق لهم المشاركة في أكثر من بطولة، وكان الجانب النفسي يعني لاعب ممكن تحضر أسماءهم عدم قناعات يعني اللي طلبوا عدم المشاركة اللي اعتزلوا اللي طلبوا الاعتزال. إيه والله ما أتذكرهم أنا بالضبط، لكن يمكن كانت تواصلهم مباشر مع سمو الأمير سلطان ورفعت سمو الأمير فيصل واقتنع في الشيء هذا. لكن أنه عدم قناعة فيهم كان الجولة بالعكس، هم أدوا مباريات على مستوى كأس العالم، لكن البعض منهم تعرض لإصابات، البعض منهم هبط مستواه في الدوري، البعض منهم اعتزل المشاركات الدولية بناء على رغبته. لذلك ما كان في أي ضغوط، وايضا كان عندنا وجوه شابه كان عندها رغبه انها تشارك على اساس انه تحقق انجاز او انها تكسر العامل النفسي اللي صاحب دورات كثيره. عمالقه كره القدم السعوديه يعني كان بامكانهم اللي حققوا كاس اسيا 84 عجزوا عن تحقيق كاس الخليج. تصور تحقق كاس على مستوى القاره ولا يوافقك الحظ في كاس وحققوا كاس اسيا 88 اي نفس الشيء. فهذه مشكله كبيره جدا، فيمكن ما كانوا محظوظين، وكان العامل النفسي والقدرة على إدارة مثل هالبطولة بالذات هي السبب المباشر في عدم حصولنا عليها. من هو اللاعب اللي تشعر أن
في ذيك البطولة الخيار الأخير اللي ممكن تطلع برا المباراة تغيره تبدله؟ الوحيد اللي كنت ما تقدر أنت يعني تغيره حتى لو أنه تحامل على إصابته الكابتن فؤاد أنور. الكابتن فؤاد أنور كان يعيش أفضل حالاته ويتميز على الآخرين بروحه القتالية الغير طبيعية وتحمله أيضا. البقية كلهم نجوم ولا يمكن تستغني عنهم، لكن إذا خيرت مثلا أو أجبرتك الظروف أو بين أمرين أحلاهم أمر، ما يمكن فرض في فؤاد أنور. رجل قيادي محبوب من جميع اللاعبين، يؤدي أدواره على أكمل وجه، وبالإضافة إلى الجانب القيادي عنده، فكان من أبرز المشاركين في كأس العالم وفي دورة الخليج. زادت أهميتك أبو عبد الرحمن وقتها عند الاتحاد السعودي لكرة القدم كمدرب، نقل المنتخب إلى كأس العالم ثم جلب الكأس الخليجية. شوف، من ناحية الاحترام أحمد الله وأشكره أنا أنه يعني عايشت سمو الأمير فيصل رحمة الله عليه وسمو الأمير سلطان الله يحفظه يطول في عمره، وجزء من الأمير نواف، الأمير نواف بن فيصل عندما كان نائب الرئيس العام. الاحترام الشخصي كان على أعلى مستوى، ولو أطلب منهم لبن العصفور ما قصروا علي. لكن فيما يخص أمور أخرى مادية أو شيء أو العقد زاد أو أنه كذا، لا، ما كان هناك أي تغيير في الجانب هذا. لكن يكفيني أنا شخصيا، وهذه قناعتي أنا، يعني ما كنا إحنا نسأل عن الأمور المادية أبدا، كنا نقول كثر خير وطني اللي منحني مثل الفرصة وخلّى يجي لي اسم ومحبة الجماهير والأشياء هذه. لا والله ما تغير أي شيء في الجانب المادي زي اللاعبين، سواء في مكافأة الفوز أو غيرها ومن هالقبيل هذا، أو حتى عقد التدريب، ولا حتى العقد ما تغير. هو لين اعتزلت كان راتبي اللي أستلمه كوظيفة يزاد عليه مبلغ بسيط جدا. أنت عام 2000 اعتزلت التدريب أبو عبد الرحمن؟ وين التدريب؟ متى؟ لا 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 لا، 2000 كنت موجود أنا، يمكن لا التدريب 98 من بعد كأس العالم 99 خلاص، يعني من مثلا الثمانينات الميلادية، أو خلينا نقول أنا بديت مع مينالي. اي خلينا نقول من مثلا بدايتك مع المنتخب يعني الأول، يمكن 13 سنة من 93 إلى 2000 ما تغير عقده أبدا والله، ولا أسأل عنها ولا أدري وش مكتوب فيه. شوف، يشهد الله على الشيء هذا، هو نفسه. أنا لا أطلب ولا أحد حرك شيء، وقناعاتي أنه ولله الحمد ما دام عندي فرصة مدرب ومساعد مدرب وكسبت التجربة والخبرة وخدمت وطني وعملت لي اسم، هذا الشيء ما يقدر بثمن، يعني عكس المدربين الأجانب اللي كانوا بالعكس بعد كل مباراة يمكن يطلب تغيير أو يطلب زيادة. ننتقل من مرحلة كأس الخليج، نروح كأس آسيا 96، أنت كنت مساعد المدرب البرتغالي فينغادا. نعم. كأس آسيا 96 هو كان معنا، هو اللي حققها، هو اللي حققها، كنت مساعد معه. نعم. شفنا نجوم شاركت في كأس العالم ومعاك في كأس الخليج. اي، وما شاركوا مع فنقادة. ما شاركوا مع فنقادة. سعيد العويران لم يتواجد في تشكيلة فنقادة. هي القناعات زي ما قلت لك انا. فؤاد أنور كان موجود لكن احتياط. شوف، لاعب احد يفرط فؤاد أنور، لكن هو عنده قناعاته. عنده قناعات ويقول لك هذا يؤدي للشيء اللي ابيه. طيب هذا اللاعب مشهود للشيء هذا وممكن تطلب من الواجبات والمسؤوليات. فالرجل حقق انجازات ولكنه في قناعات. احيانا للاعبين ال 11 لاعب يمكن تذكر دورة الخليج ما كان موفق. الكابتن سعيد العويران كان اقل مستوى من كاس العالم، جاي من كاس العالم في قمه توهجه. صحيح. لكن في كاس الخليج يعني سجل امام البحرين. هو سجل، معليش، لكن كان عليه ضغوط مسكين غير طبيعيه. الناس الطالب انه يعني يخرج من التشكيل انه ما يلعب اساسي، ما قدم. لكن ادواره سواء في الجانب التاثير على المنافس او في الجانب النفسي على المجموعه، وجوده ضروري وزملاء يشيلونه. وكان بينه وبين الكلام، قلت له اترك يا سعيد القناعات هذه، ويمكن انت مقتنع انه مستواك هابط او ما وفقت في البطوله هذه بالذات، لكن انت عنصر مهم جدا عندي ضمن ال11. وجودك مؤثر، يلفت انتباه الفريق المنافس، يساعد زملائك، وفعلا يعني كان من العناصر المساعده باقل مجهود. طيب، يوسف الثنيان. اي نعم. في كاس اسيا 96 احتياط، رغم انه كان اساسي في تصفيات كاس اسيا. اي، عندما تورط المنتخب امام الصين نزل يوسف الثنيان.
هي مو مشكلة تورط المنتخب، لا النتيجة فيها علم، يعني هي تعبير مجازي يا عبد الرحمن. تأكد تماما، وهذه شهادة لله وللشارع الرياضي، يمكن يوسف يعرف الشيء هذا، انه السيد فنقادة كان يعرف ان يوسف لو لعب شوطين ممكن ما يعطيه الشيء اللي بيه كله، وان الصين خلال الشوط الاول حتعطي كل ما عندها وتلعب على الجانب النفسي وفي ملعب، لو كان الصين مو فريق سهل بعد، كان من اقوى فرق اسيا في ذاك الوقت. صحيح. فحصل اللي حصل، لكن قناعة السيد فنقادة، وانا اقرب الناس له ويمكن سمو الامير سلطان يعرف الشيء هذا، انه فنقادة عنده التصورات هذه، والمترجم الفريق الله رحمة الله عليه ربيع زين كان عندهم علم بأنه يوسف حيكون هو العلامة الفارقة في شوط المباراة الثاني، حيكون هو عنصر المفاجأة للصينيين، وفعلا كان يوسف على قدر المسؤولية، وعندما سمع هو في الشوط الأول نزل، أي لما اللعب عمل الفارق الكبير، يعني الظاهر. طيب ليش ما لعب أول أخيرة؟ ليش ما لعب أول مباراة، ثاني مباراة، ثالث مباراة؟ والله شوف، هي رغبة المدرب أو قناعاته في إنه التدرج مثلا، أو توفير مثلا اللي دائما يتكلمون عنها، إنه اللاعب المنقذ أو شيء من هالقبيل، أو يسمونه، أنا والله راحت عني المصطلح هذا، اللي تكون على دكة الاحتياط وتلعب ويعطيك نتيجة إيجابية، مع أني ما أؤمن فيها. بس إذا كان جاهز يوسف الثنيان مفروض أساسي، أي. لكن هو كان يفكر في أنه المجموعة منسجمة، والمجموعة عندها قدرة أن تحقق لها نتائج إيجابية، فاستمر عليها. لكن ما يختلف اثنين في كفاءة الكابتن يوسف. طيب، شال الكاس الكابتن يوسف الثنيان، نعم، ونزل بالكاس الكابتن فؤاد أنور من الطيارة، من الكابتن؟ كلاهما كباتن، وكان في برضو ممكن يكون كباتن آخرين، خالد مسعد ولا. فروح الأسرة الواحدة، أنا أقولها لكم بكل أمانة وبكل أريحية، تقديرا من فؤاد أنور ليوسف الثنيان، خلاه يأخذ كأس آسيا بحكم أنه أكبر منه وتجربته قبل وشارك قبل، تقديرا من يوسف الثنيان لدور فؤاد أنور في البطولة وموقف الإيجابي معه في المباراة هذه، أهداه الكأس في الطائرة قبل ما ننزل، قال تفضل يا كابتن فؤاد. يوسف كان موجود في الرحلة؟ كان معي، ما تأخر عن الرحلة؟ لا 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 لا، موجود في الطائرة. ايه كان معنا. اللاعب هجم المنتخبنا خالد، يمرر لثنيان داخل منطقة الجزاء، يحاول يقطع المرمى، هي دي اللاعب المرمى، هي دي الثنيان، الثنيان يحطها من تحت الكبر الصيني من بين رجل حارس المرمى ويسجل الهدف الرابع. الثنيان، الثنيان يحط هدف قوي في المرمى الصيني ويخترق، هي دي حارس المرمى ويسجل الهدف الرابع. يوسف الثنيان، هذه عادة مرة أخرى، شوف الثنيان عدى من واحد وسدد من بين رجل حارس المرمى هوتسو لانج ويسجل الهدف الرابع. أهلا بكم في الجزء الأخير من استئناف، الذي يستضيف فيه في هذه الحلقة المدرب الوطني الممتلئ بالإنجازات والنياشين القدير محمد الخراشي. حياك الله أبو عبد الرحمن. الجزء الأخير. تسلم أخي بدر، حياك الله. بعد 96، بعد كأس آسيا 96، ذهبت أيضا مع فنقادة كمساعد مدرب في تصفيات كأس العالم 98. لعبنا أول مباراة أمام الكويت، ويبدو أن فنقادة غير قناعته في يوسف الثنيان، لعب أيه. أساسي. لعبنا أمام، فزنا على الكويت 2-1، تعادلنا مع إيران 1-1 في إيران، انهزمنا من الصين، فزنا على قطر فهد المهلل. نعم. أقيل فنقادة، أنت محقق 5 من 8، 5 نقاط من 8 نقاط، شيء نعم. ممتاز. ليش أقيل؟ والله يا أخي، هي القناعات اللي كانت عند السيد مكادة، يبدو أنه جلس مع إدارة المنتخبات في ذاك الوقت، سواء في برنامج الإعداد أو في أسماء اللاعبين أو الأمور هذه. فأحيانا قناعات المدرب يعني تكون
غير منطقية، غير منطقية. هو يرى أنها صحيحة ونحترمها ما في شك، لكن أحيانا أنت تقول لا يا أخي هذا لاعب مميز خلال الموسم والمنتخب في أمس الحاجة له، مجرد أنه بس أسلوب طريقة اللعب ما تأخذه، لا ممكن أنت تكيف طريقة أسلوب لعبك على إمكانيات وقدرات لعيبتك. كانت تتم مناقشة فينغادا أبو عبد الرحمن قبل كل مباراة من ضمن المسؤول الأول للكرة السعودية مثلا وقتها، كان الأمير معاهم يطلبان سمو فيصل الأمير بن فهد أو الأمير سلطان بن فهد، الأمير سلطان أنا أتذكر أنه كان يجلس معاه ويوضح له وش يجري في التمارين وش الأشياء اللي ممكن تحصل والأمور هذه، لكن تطرق لمين يلعب وما ما يلعب هذه قناعة المدرب، لكن من حقه كمسؤول أيضا أنه يعرف التصورات أو ما يعني يستجد في المباراة حسب ظروفه وحسب نتيجتها وقناعة المدرب فيها. أنت كمساعد مدرب وقتها هل كنت مقتنع في مباراة قطر اللي بعدها أقيل فينغادا أنه يجلس مثلا يوسف الثنيان، سامي الجابر، فهد المهلل، خميس العويران في الاحتياط؟ شوف أنا مساعد له وأحترم قناعاته، لكن قناعاتي تختلف. لا يمكن الأسماء اللي ذكرتها الأربعة والخمسة هذولي وجودهم في التشكيلة يلعب دور مهم في أنه المنتخب مثلا القطري ما يؤدي المباراة اللي أداها أمامنا وأحرجنا فيها إلى اللحظات الأخيرة، صحيح. لأنهم أسماء كبيرة وقادرة على تحقيق إنجاز، والجانب النفسي مهم. يعني إحنا لما نلعب مع دول الخليج ترى الجوانب النفسية مهمة جدا. ليش؟ لأنه نعرف بعض زين ونعرف إمكانيات وقدرات بعض، وكل واحد يحسب حساب الثاني ألف مرة مش مرة واحدة. لذلك القناعات كانت عنده يعني صراحة، وأحيانا الله سبحانه وتعالى كان يعني وفقنا في مثل هالمباريات هذه. سعيد العويران وفؤاد أنور وقتها ما كانوا مغرين للمنتخب؟ بالعكس هذا مرحلة النضوج عندهم، هي مرحلة النضوج. ما كانوا متواجدين في التصفيات. هي قلت لك أنا قناعة المدرب. لا أنت كمساعد كانت قناعة غلط أو صح منه؟ والله شوف أنا متأكد تماما أنه طبعا في خلال الموسم الرياضي هذاك أو في الفترة اللي قبل المعسكر والأشياء هذه حصلت إصابات وحصل هبوط مستوى وحصل أنه مع مدربين هم ما لعبوا ذا، بس هذا لا يلغي احيانا عندك قناعه انه بدر الفرهود خلال المعسكر الاعدادي حيرجع بدر اللي شفته هنا في عز مستواه قبل ما يلعب مع النادي. او لو توقف عن قناعات مدرب النادي ما لعب لقناعات معينه. لكن انا قناعاتي لا، واللي يحصل الان عندنا مع منتخبنا الاول الان في جدال على انه في لاعبين بدلاء في انديتهم او ما يلعبون الا شوط او ما يلعب الا جزء من المباراه ومع ذلك اساسي في المنتخب. في هذه قناعات مدربين، والرأي العام يجب أن يتقبلها والإعلام الرياضي. أنت جبته كشخص، أما أنك تتقبل قناعاته وتخليه يشتغل زي ما يبي إلا إذا عاد أنت عرفت أنه هذه بداية النهاية فممكن تقول له ستوب، وهذا اللي يحصل أحيانا. يقول له والله عندما حضر كارلوس ألبرتو لتدريب المنتخب في المعسكر النهائي لكأس العالم أمام إنجلترا أمام ألمانيا في الوديات، حضر سعيد العويران، حضر فؤاد أنور، حضر نواف التمياط. نعم. من رشح نواف عبد الرحمن أنت؟ لا مش ترشيح أني أنا رشحته، لا كترشيح لا، لا أنه فرض نفسه يعني على لا مستواه في الدوري فرض نفسه، وبعض المدربين أيضا عنده قناعات أنه ياخذه يربيه للأكبر أو يعطيه فرصة أنه يكتسب خبرة وتجربة ويعايش هالنجوم هذولي. ما كان ماخذه أساس يلعب أساسي، لكن أيضا هو من خلال مستواه وتصاعده وطموحه الكبير نواف من اللاعبين اللي ما شاء الله أنا مر عليه في الشباب في كأس الصداقة في مسقط، لاعب طموحه ما له حدود، ويمكن أنت الآن ملاحظ أنه ما شاء الله عليه حتى في مجال التحليل والأمور، صحيح، وصل إلى مستوى عالي جدا. استبعاد خالد التيماوي من معمعة كأس العالم 98، رغم أن الشارع الرياضي أبو عبد الرحمن وقتها كان يشوف خالد أن نجم التصفيات رقم واحد، رقم هذا اللي قلتها كنت مساعد المدرب تقول رقم واحد، نعم. ليش خرج برا كأس العالم؟ والله شف أنا من الناس اللي انصدمت، وكانت صدمة، وكنت واقف أنا أسمع أسماء اللاعبين 18 أو 20 لاعب تصور اللي حيكونون في اللستة واللي حيغادرون للرياض مثلا حتى ما يجلسون يشوفون كأس العالم. قال ف ربما خالد كان في أفضل حالاته وكان جاهز 100%، وأنا أعتبره انظلم في أنه ما يأخذ فرصته، حرام. يعني شخص كان له دور كبير في أنه يصل
بالمنتخب الى كاس العالم مع زملائه انه يعني حتى انا من الصدمه ما حبيت اشوف خالد شخصيا وجه لوجه الين يمكن وصلنا المعسكر وهديته وشيء من هالكلام هذا. هي قناعه مدرب قد يكون في خاطره شيء على التيماوي او كذا، لكن ما يعني انك تحرم البلد وتحرم لاعب من لا. يا اخي تقدر تعاقبه ب100 طريقه او ب100 اسلوب. هل كان عقاب يعني هو؟ والله من كارلوس البرتو؟ انا اتوقع انه في خلاف شخصي، لكن فنيا لا، فنيا خالد كان في افضل حالاته بشهاده الوسط الرياضي كله وزملاء اللاعبين. خلاف ما بين البرتو والتيماوي؟ ربما الله اعلم، لكن ما في شيء فني لا. ايضا عشان اكد لك، ايضا الكابتن ابراهيم ماطر اللي حل محله طبعا يستاهل، وكان مصاب وكان في فتره تاهيل، وعملنا له انا ومساعد المدرب اختبار، وهذه امانه انه فعلا اجتاز الاختبارات بنجاح وقناعه المدرب حطته. ناقشت كارلوس البرتو في استبعاد التيماوي؟ لا، ما كان من حقي اني اناقشه في الشيء هذا. ما كان من حقي، ما كان من حقي ولا منحت الصلاحيات اني، ولا طلب مني اني اناقشه كمدرب. انا كمساعد مدرب انفذ المطلوب مني، متى ما سأل لي متى ما أخذ رأيي أنا أعطيه. هذه وهذه المتعارف عليه، لا يمكن لمساعد المدرب أنه يتدخل في عمل المدرب ما لم يطلب من الشهادة، هي قناعاته. وبعدين احنا فوجئنا، يعني ما كان فيه في الإعلان الأسماء مفروض يكون بعد التمرين في السكن وكذا، فوجئنا نستعد للتمرين أعلن الـ18 وكان خالد جالس، يعني حتى اللاعبين كانوا طالعون بعض وانا خفت على خالد. بيني وبينك ولد كان طموحه غير طبيعي بالنسبه لكاس العالم وكان حلم له، لكن وش الخلاف؟ ممكن الكابتن خالد اذا عنده شيء معين وشيء ما نعرفه احنا ممكن يعني يتحدث عنه. لكن ما كان القرار من الاداره الرياضيه؟ لا 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 ابدا ابدا. فهد المهلل لما تسمعه أبو عبد الرحمن تحس أنه زعلان على كرة القدم السعودية. من حقه فعلا. لا شارك في 94 كأس العالم رغم أنه شارك في التصفيات وسجل، ولا شارك في 98 رغم أنه شارك في التصفيات وسجل، ولاعب يستاهل ومميز. ولكن يعني فعلا هذا لغز، هو راح معه من أمريكا بس ما لعب. ما لعب؟ أي ما لعب في الأداء. أنا ما طولت معهم، أنا جيت لظروف وفاة عمي اللي هو زوج والدتي، فما أدري عن الأسباب، ولكن قريب حتى من المعسكر يعني. وفي 98 أيضا ما شارك. ونفس الشيء. لكن شلون كارلوس البرتو ما كان مقتنع؟ هي قناعات مدرب زي ما قلت لك أنا، بالعكس الرجل كان يؤدي ويعطي لكن على قولتهم يعني أسلوبه طريقة اللعب، وهذه ترى هي اللي ضيعت بعض أنديتنا من قناعات يعني بعض المدربين إذا اتخذ قرار خلاص لا. يجب أن يكون فيه قدرة على التكيف مع المجموعة وقدرة احتواء اللاعب وتوضيح الأسباب، لا للرأي العام ولا لإدارة الفريق أو المنتخب وللاعب نفسه تجلس معه. فهد لاعب مؤثر جدا ولاعب غير طبيعي، لكن عملية الاحتواء وعملية القدرة على احتواء اللاعب هذه تختلف من مدرب لآخر. بعد فرنسا والدنمارك أقيل كارلوس البرتو وحضر محمد الخراشي في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا. إيش الجرم اللي ارتكبه كارلوس البرتو؟ شوف، هي الخسارات كانت ثقيلة جدا. احنا كنا يعني مش ما نخسر، لا نخسر بس الأربعة كثيرة والثلاثة كثيرة، مع أنه المباراة اللي فيها الطرد يعني أثرت صحيح، لكن كنا نطمع في أكبر من كده، وكان بإمكاننا كده. فما في يعني شخص يهاجم فرنسا مثلا او يحاول انه يلعب في مفتوح مع فرنسا او يعطيها مجال انها تملك الملعب كله. فكانت النتيجه كبيره جدا. هو كان اصلا المدرب المناسب كارلوس البرتو وقتها؟ والله شف، كارلوس تشبع بطولات، وانا اتوقع لو كان عنده خيار غير كاس العالم ما كان جانا للسعوديه. رجل قدير، رجل محترم، رجل انا تعلمت منه الكثير، لكن سجله الشرفي كان يعني له الشيء الكثير انه يدرب المنتخب السعودي، سواء عنده قناعه او ما عنده قناعه بالامكانيات وقدرات اللاعبين او وجود المنتخب في المجموعه هذه. مجموعه حديديه ما كانت سهله، يعني ما هي بالسهله اللي ذا، لكن كان بالامكان
انه بتشكيل معين او باسلوب بطريقه معينه انك تخسر يعني ظلمه يمكن مقنعي. يمكن ظلمه لخالد التيماوي والله ممكن ليش لا ممكن دعوه استغفر الله وما كنت اتمناها على منتخب بلدي ولكن النتائج كانت فعلا كبيره والدليل انه لما لعبنا مع جنوب افريقيا انا ماني افضل من كارلوس بيرتو كمدرب ولا خبرتي ولا تجربتي هذيك ابو عبد الرحمن شفنا تشكيله اي خل اسميها انا تشكيله الغضب يعني الاسماء رنانة جالسة في الاحتياط كانت موجودة في أول مباراة ثاني مباراة الزج بأسماء لأول مرة تشارك في كأس العالم مثل يوسف الثنيان مثل نواف التمياط سعيد العويران في الاحتياط فؤاد أنور في الاحتياط كان مطلوب منك أول شيء أبو عبد الرحمن أنك تغير تدخل المباراة الثالثة في تشكيلة ثانية ولا حتى تكلم في عندي لاعبين مصابين نعم وفي لاعبين موقوفين بالإنذار أوكي لكن لا والله ما حد طلب مني فلان يلعب او ما يلعب لكن انا وهذه ميزه المدرب المواطن لما نقول يجب ان يكون جنب المدرب الاجنبي او الغير سعودي في سواء في المنتخبات او في الدوري انا اطالب بالشيء هذا لانه يعرف نفسيه اللاعب قبل احنا النتائج صدمتنا الاخبار اللي توصل من السعوديه كانت مزعجه كانت تدوي ظهر الفاكسات ما بعد جتنا بعد الجوالات ولا كان مصيبه فانا حسيت انه في لعيبه الفكه بس جزء يبوس راسك انه ما يلعب اي وفي لعيبة لا كان عندها ثقة وكان عندها رغبة وكانت أكبر عند الناس اللي ما لعبوا وما أخذوا فرصة لأنه حرام يشارك في مونديال مثل كأس العالم وما يأخذ فرصته وهو جدير بأنه يلعب وفعلا كونت التشكيلة من اللاعبين اللي كانوا جاهزين نفسيا وبدنيا وذهنيا وصحيا في نفس الوقت والدليل على ذلك أنه الكابتن فؤاد أنور بضي الله وجهه وكثر خيره وأنا أقول لك هو لاعب قيادي ولاعب ممكن لو تقول له العب حارس ممكن يلعب لعب قلب دفاع ومع جنوب افريقيا الناس اللي تاكل الرطب واليابس بالقوه الجسمانيه وباللياقه البدنيه العاليه ليش اثنين ما شارك اول مباراتين والله زي ما قلت لك انا قناعه برضو قناعه كارلوس البرتو قناعه كارلوس والله ما حد دخل يا جماعه ولا حد تكلم ولا حد قال قناعه او عناد لا شوف اذا هو عناد هذا شيء بينه وبين ربه وفي نفسه لكن انا افسرها كمساعد له انه قناعاته يبغى اسلوب كذا يبغى طريقه كذا يبغى لاعب يدافع يبغى لاعب ما يدافع ما تجي هذه وبعدين الامور هذه ترى بعض اللاعبين يمكن ما يكون عنده قدره على الجانب الدفاعي والمجهود او كذا لكن ظروف المباراه تجبر احيانا لا ارادي تجده يؤدي الدور اللي انت تبغاه فهذا اللي حصل فلما اللاعب يوسف امام جنوب افريقيا قدم مستوى عالي جدا لما لعب التمياط لما كذا يعني كان في ثقه في النفس وسبحان الله يعني اللي توقعته انا في غرفه المحاضرات حصل ضربتين الجزاء ايه عشان برضو التاريخ يعني ما كان ودك تشوف الثانيه ايوه ليش هذا سؤال جدا كنت اتمنى انك تسالني وحتى ليش انا زعلت الناس تسال ليش انت جبان لا انا ماني جبان يعني مش اول واحد بيخسر في كاس العالم ولا اول مره في لا في غرفه الاجتماعات بعد ما انتهى المحاضره يا اخوان لو تكرمتوا لو حصل ضربة جزاء في المباراة من الشخص اللي يجد نفسه قادر انه يسجل او ينفذ الضربة بوجود سمو الامير والدي بن بدر والراشد الجمعان وسعد ابو ملحة والمجموعة اللي هو الاستاذ علي بادغيش كلهم كانوا موجودين في المحاضرة رفع الكابتن سامي الجابر يده قال انا ابو عبد الرحمن اشوت جاهز توكلنا على الله ما حد رفع يده هو رفع للامانة وللتاريخ والناس موجودة اتفقنا انا كاني ملهم او كان عندي حس لو حصل ضربه جزاء ثانيه ما حد قال الاخ سامي او الابن سامي او الكابتن سامي الان رفع يده قال انا للمره الثانيه فهذه شجاعه وقدره على تحمل المسؤوليه انت عندك هزايم وخسائر وتجي برضه وتضيع ضربه جزاء يعني بتقوم عليك القيامه زياده فقال جت الضربه الاولى ونفذها ما حد عارض نفذها سامي جت الثانيه المتسبب يبغى يشوت والكابتن يوسف يبغى يشوت والظاهر الكابتن حسين عبد الغني يبغى يشوت صار عندهم اريحيه ومن حقهم ترى لكن النظام نظام وسامي تقيد لكن الكابتن سامي يوسف الثنيان كان له تاثير قوي جدا الكابتن ويبدون ايضا انهم قدروه ويملك القدره وسجل بلنتيات كثيره صحيح. والنتيجه 1-0 اعطتهم ثقه اكثر ونفذها ولله الحمد انا خفت انها تضيع نتيجه الشد اللي صار انا شوت وانت تشوت ما تشوت كذا كل واحد يبغى يسجل اسمه في تاريخ كاس العالم ويسجل هدف
فسامي آثر ليوسف الثنيان أنه يسجل اسمه في تاريخ يعني كأس العالم، وهو يستاهل أنه يشوت. بس أنا أقول لك نتيجة المباراة 1-0 والمستوى الجيد اللي قدموه خلال الشوط الأول أو الشوط الأول الظاهر والثاني، والله الذاكرة خانتني، كان مستوى المنتخب مقنع وقادر على أنه يعمل تكافؤ وفي يعني لمحات وفي رضا عن مستواه، فأعطت أريحية أيضا أنه الأخوان اللي محسين والظاهر السويد والكابتن يوسف أنهم عندهم رغبة في التسجيل، وهم سجلوا في تصفيات وفي مباراة حساسة ومع أنديتهم وعندهم الكفاءة والقدرة في شيء. بعد كأس العالم على أساس أختم الحوار أبو عبد الرحمن، بعد كأس العالم ما غراك التدريب؟ اعتزلت بدري التدريب، تركت المنتخبات شوف أنا في 99. والله ما أولا لا جاني خطاب من الاتحاد أنه أنت خلاص ما أنت مدرب، ولا أنا سألت، وأنا في مكتبي كموظف رعاية الشباب لم أطلب من أحد شيء. طبعا شكلت المنتخبات كل في الأخ ناصر الجوهر وهو جدير بالشيء هذا، وللأمانة أنا أخذت فترتي كاملة، ولو حبيت أشتغل في الأندية أنا عارف الوضع في الأندية شلون. أولا عدم القناعة، لو جت من المسؤول ما راح يكون في قناعة من الجماهير للأسف أو الإعلام أو كذا، لأنه وبعدين أنت عملت لنفسك سيفي جيد جدا في تاريخ كرة القدم السعودية، ليش فضلت أني أخدم من مجال عملي الأكاديمي اللي هو شؤون المدربين وكمحاضر في الاتحاد الآسيوي؟ فمشت معي العملية هذه ولله الحمد، كان عندي مثل ما كان عندي ولله الحمد وافتخر ساهمت مع عدد كبير من زملائي في تقديم نجوم للكرة السعودية واكتشاف مواهب أيضا المدربين اللي هم في الساحة الرياضية الآن وعلى رأس العمل يقدمون أفضل الإنجازات، وإن كان لم يصاحبهم هالة إعلامية في الفترات الأخيرة لما جو الدوري جميل، لكن على مستوى الدرجة الأولمبي والشباب والناشئين والمراحل السنية دي هم من قدم هذه الأسماء الجميلة اللي نشوفها الآن، وهذا شيء شرفني وأسعدني. العلامة المضيئة والبارزة في تاريخ كرة القدم السعودية الوطني القدير محمد الخراشي، شكرا لك كابتن، شكرا للتاريخ اللي ذكرته، الله يعطيك إن شاء الله الصحة والعافية جميعا يا رب. والمستمعين نتمنى من الاتحاد المقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه فعلا يهتم بمشورة على الأقل الناس اللي أنجزت في كرة القدم السعودية. برضو أنا أكون للأمانة، أنا طبعا تقاعدت رسميا كموظف دولة وكان عند الاتحاد رغبة أنه أنا أستمر كمدير فني لدورات شؤون المدربين بالإضافة إلى الاستاف الجديد اللي جاء، لكن أنا فضلت الراحة، أديت اللي علي، وأيضا عندي ثقة أنه في أسماء من الناس اللي اشتغلوا معي في الفترة هذه. أنا ولله الحمد ما في لا منطقة ولا محافظة في المملكة وممكن أحد يخطئني في الشيء ذا إلا ويوجد فيها كفاءات قادرة على تنظيم دورات وعلى تطوير مدربين ومساعدتهم والوصول بهم لأعلى المستويات. مكتشف النجوم محمد الخراشي شكرا لك. الله يخليك، أهلا وسهلا، شرفتوني وأسعدتوني مع الذكريات الجميلة ومع الزمن الجميل. شكرا لك، شكرا. رجل وفي وطيب. شكرا لكم جميعا، أنتم أطيب إن شاء الله والسادة المشاهدين. شكرا للزملاء المصورين طاقم العمل عماد الأمير محمد مساوى صالح العنزي، القيادة الفنية دائما لعبد الله رجب الزهراني، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في أمان الله.